بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين. وصلنا إلى قول الشيخ عبد الغني الوليمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. قال: ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها. من ترك طواف الزيارة ما حكمه؟ ركن من أركان الحج. قال: من ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها ولم يطف بعده غيره فعليه شاة، لأن النقصان بترك الأقل يسير، يعني يجبر بالدم، فأشبه النقصان بسبب الحدث، يعني لو أنه طاف وهو محدث حدث أصغر طبعا فعليه شاة. وكذلك هنا لو ترك ثلاث أشواط فما دونها من طواف الزيارة يلزمه شاة على الأشواط الثلاثة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فإن طاف بعده انتقل إلى الفرض ما يكمله. طبعا معلوم لديكم أحبابنا، بعد طواف الزيارة الإنسان يتحلل تحللا كاملا، بقي عنده طواف واحد واجب، ما هو؟ طواف الصبر. طواف الصبر. فلو أن هذا الإنسان طاف من طواف الزيارة أربعة أشواط، بقي عليه ثلاث أشواط، نسيها لظرف ما تركها، فلما أراد أن يغادر الآن مكة يجب عليه، إن كان آفاقيا يجب عليه طواف الصدر. أنا حتى لا أنسى، أنا أنسى كثيرا، فككتاب أنت وعدتك به فضل مولا. هل ترى عقيد؟ بارك الله فيكم، أكرمكم الله. فيلزمه الآن أن يطوف طواف الإفاضة، طواف الصدر، أو طواف الوداع، أو طواف الصدر. شرع به فطاف طواف الصدر سبع أشواط. لما انتهى من طواف الصدر تذكر أنه ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط، ماذا يحصل؟ ينتقل ديناميكيا ثلاث أشواط الأولى من طواف الصدر إلى طواف الزيارة. بقي الآن في ذمته كم شوط من طواف الصدر؟ بقي ثلاثة. يأتي بثلاثة أشواط ويتم الأمر ولا شيء عليه. هذا ما سيذكره الشيخ الآن. قال: فإن طاف بعده أي طواف كان، ولكن تكلمنا نحن الآن عن طواف الإفاضة، طواف الصدر، لأن هو المطلوب منه والواجب عليه. قال: فإن طاف بعده انتقل إلى الفرض ما يكمله، يعني الأشواط الثلاثة، أو شوطين إن كان ترك شوطين، أو شوطان إن كان قد ترك شوطان واحدا. فإن طاف بعده انتقل إلى الفرض ما يكمله. فإن كان ما بعده للصدر، يعني إن كان طاف الطواف الذي بعد طواف الزيارة، طواف الصدر، وكان الباقي، انتبه، وكان الباقي بعد إكمال الفرض، يعني من طواف الزيارة، هو أكثره، كان الباقي أكثره، فعليه صدقة. يعني طاف سبع أشواط وركب الطيارة وهو في الطائرة في الجو تذكر أنا عليه ثلاث أشواط من طواف الزيارة، ماذا نقول له؟ وجب عليك صدقة عن الأشواط الثلاثة التي تركتها من طواف الصدر. أيوة، لأنه ثلاث أشواط انتقل إلى طواف الزيارة. قال: فإن كان ما بعده للصدر وكان الباقي بعد إكمال الفرض هو أكثره فعليه صدقة، وإلا فدم، يعني وإلا فإن كان الباقي بعد إكمال الفرض أقله، يعني كان مثلا أخذ طواف الزيارة أربعة أشواط وبقي من طواف الصدر
أربعة بهذه الحالة فيلزمه دم، يلزمه دم. نعم. كان هذا الطواف بعض الأيام التشريق لأنه تأخر عن الركن. جيد. أنت محضر للدرس أنت؟ حضرت الدرس يعني أنت في البيت ولا لا تحضر الدرس؟ ما حضرت الدرس؟ يعني ما تقدر تحضر الدرس في البيت. أعيد السؤال مرة ثانية. إذا طاف الصدر. نعم للصلاة. بعد أيام التشريق. نعم. بس ماذا سؤالك أنت؟ كان هو أكمل الركن بعد الوقت. أحسنت. ماذا يترتب على ذلك؟ عليه شأن التأخير. أحسن. جميل. هذا كلام. دليل هذا فهم مستوعب الدروس الماضية التي قرأناها. أحسنت. أنا جد أنا سررت بسؤالك تماما. لو أنه الآن طواف الزيارة في وقته، طواف الزيارة في وقته، ولكنه ترك ثلاثة أشواط بعد أيام التشريق أو بعد أيام النحر، في اليوم الرابع يعني، في اليوم الرابع طاف طواف الصدر كاملا. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه دم عند أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله عنده طواف الإفاضة متأقت بأيام النحر الثلاثة، فتأخيرها أيام النحر يلزمه دم. أما عند الصاحبين فلا يلزمه شيء. أحسنت. الله. قال وإن ترك أربعة أشواط يعني من طواف الزيارة، ترك أربعة أشواط من طواف الزيارة. قال بقي محرما أبدا، هذا إذا لم يطف بعده طوافا آخر. طاف أربعة، امرأة مثلا طافت ثلاث أشواط من طواف الزيارة ثم حاضت وسافرت إلى بلدها، بقيت محرمة في حق الجماع أبدا. قال وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا في حق النساء حتى يطوفها، حتى يطوفها. أنه كما مر معنا أن الحلق يبيح له كل شيء إلا النساء، يتأخر عمل التحليل إلى ما بعد طواف الزيارة كاملا. قال حتى يطوفها، فكلما جامع أو جمع لزمه دم إذا تعدد المجلس. أظن تكلمنا بشيء من التفصيل حول هذه المسألة في الدرس الماضي، والله تعالى أعلم، أو لعلي تكلمت مع غيركم. قال فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس إلا أن يقصد الرفض، يعني إلا أن يقصد بالجماع الثاني رفض الحج. الجماع الأول عليه دم، هذا لا شك فيه، فجامع مرة ثانية بقصد أن يرفض الحج، أي فلا يلزمه بالثاني شيء وإن تعدد المجلس، مع أن نية الرفض باطلة، يعني ما في شيء اسمه نية رفض، لأنه لا يخرج عن الإحرام إلا بالأعمال، لا يخرج عن الإحرام إلا بالأعمال. لذلك أحبابنا، مر معنا لو أن إنسانا مثلا جامع زوجته قبل الوقوف بعرفة، ما الحكم؟ فسد حجه. ماذا يفعل؟ يمضي. لما يمضي؟ حتى يفعل جميع ما يفعله الحاج، لأن الخروج من الحج من الإحرام لا يكون إلا بالأفعال، وأفعال الحج مؤقتة لها أزمنة ولها أمكنة، لا يجوز لك أنت مهما اعتراك من ظرف طارئ أن تقدم عملا عن زمانه. فلذلك قال لأنه لا يخرج عنه عن الإحرام إلا بالأعمال من طواف الزيارة. قال لكن لما كانت المحظورات مستندة إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال،
كانت متحدة، يعني لما كانت المحظورات التي هي الجماع الثاني كانت مستندة إلى قصد واحد يفعله من؟ هذا المحرم، وهو أن يتعجل الإحلال. كانت جميع الوطئات إن صح التعبير كانت متحدة فكفاه دم واحد بحر. قال: ومن ترك ثلاثة أشواط فما دونها من طواف الصدر، الذي هو طواف الوداع، وحكمه أنه واجب على الآفاق ويسقط بالأعذار كالحي مثلا. قال: ومن ترك ثلاثة أشواط فما دونها من طواف الصدر فعليه لكل شوط صدقة، فعليه لكل شوط صدقة. في طواف الزيارة قلنا لو ترك ثلاثة أشواط ماذا يجب عليه؟ شهر. في طواف الصدر لو ترك ثلاثة أشواط يجب عليه كل شوط صدقة. لما؟ قال: أوجبنا أو أوجب الشارع لكل شوط صدقة في طواف الصلاة، وأوجب ثلاثة وأوجب الدم في ترك ثلاث أشواط من طواف الزيارة، قال: لإظهار التفاوت بين المتروك الواجب وبين المتروك الفرض. لذلك لو بلغت قيمة الصدقات الثلاث في الأشواط الثلاثة قيمة شاة ينقص منها ما شاء عن مقدار الدم، كي لا يستوي حكم المتروك نفلا واجبا مع حكم المتروك فرضا أو ركنا. واضح الكلام أحبابنا؟ قال: ومن ترك ثلاثة أشواط فما دونها من طواف الصدر فعليه لكل شوط صدقة. هنا لا بد من التنبيه إلى أمر، وهو أن الترك ترك الأشواط الثلاثة سواء كان في طواف الزيارة أم في طواف الإفاضة، الترك لا يتحقق إلا بالخروج من مكة. الترك يعني الترك ليس ليس لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. فما دمت أنت موجودا في مكة أنت مطالب بأداء هذا الواجب، فيتحقق الترك بمغادرة مكة. فإذا غادر مكة وجب عليه أن يتصدق عن ثلاثة الأشواط في الصدر أو يذبح شاة في طواف الإفاضة. لا إله إلا أنت سبحانك. قال: إلا أن تبلغ الدم كما تقدم، إلا أن تبلغ الصدقات قيمة الدم فينقص ما شاء كما ذكرت لكم. قال: وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة، لأنه ترك الواجب. أظن ذكرت لكم في الدرس الماضي أن ترك الواجب بعذر عندنا ما حكمه؟ مخير بالذبح إن شاء يذبح. لو ترك الواجب بعذر قلنا لا شيء عليه. لو ترك يعني مثلا امرأة أو رجل، وذكرت هذا المثال أظن، ترك المبيت بالمزدلفة خشية الزحام، خاف على نفسه أن يموت من شدة الزحام، فتركه قلنا لا شيء عليه. أما انتبه، أما فعل المحظور، فعل المحظور بعذر، يعني إنسان أصيب بمرض بقمل فحلق شعره كله، هو بعذر، هل يجب عليه شيء أم لا يجب عليه شيء؟ قلنا يجب عليه شيء. إن كان بعذر لما يجب عليه الدم؟ قال: العذر رفع عنه الإثم، نعم. لذلك نص الإمام النووي رحمه الله تعالى ونقل عنه ذلك أئمتنا في كتبهم أنه لا يظن أنه من ارتكب محظورا من محظورات الحج وقال أنا أذبح شاة أذبح دما أن هذا الدم يرفع هذا الإثم، قال: لا يرفع هذا الدم، لا يرفع الإثم،
الفعل يجبر ولكن مع وجود الإثم، فلا ينبغي أن يتساهل متساهل في هذه الأمور. قال ومن ترك، قال وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة، لأنه ترك الواجب أو الأكثر منه، أو الأكثر من الواجب، يعني اللي هو أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة، ترك الواجب كله أو ترك الأكثر من الواجب، يعني هو الواجب سبع أشواط ترك أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، يعني ترك مثلا أربعة أشواط أو خمسة أو ستة. وما دام بمكة يؤمر بالإعادة إقامة للواجب في وقته، وما دام بمكة يؤمر بالإعادة إقامة للواجب في وقته، في وقته هداية طواف طواف الصدر هل له وقت؟ ليس له وقت. كيف يقول الشيخ إقامة للواجب الذي هو طواف الصدر، يقول إقامة للواجب في وقته؟ لذلك المراد بالوقت هنا مطلق الزمان، مطلق الزمان، اكتب ذلك عندك، المراد به مطلق الزمان، لأن طواف الصدر ليس مؤقتا بزمان، ليس مؤقتا بوقت. فيعني ماذا نقصد بأنه ليس مؤقت بوقت؟ لو أنه أخر طواف الصدر انتهت أفعال الحج ومكث في مكة شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ثم أراد أن يعود إلى بلده، يطوف طواف الصدر ولا شيء عليه، غير مؤقت. قال ومن ترك السعي، نية الرفض تعتبر هنا شرعية؟ ما قلت لك مولانا ما في شيء اسمه نية الرفض، لذلك قال لذلك غير الشيخ، وانا ما نقله الشيخ، لذلك اظن بالفتح او غيره من كتب. قالوا لو نوى بالجماع الثاني الرفض ان كان عالما بانه لا يوجد شيء اسمه رفض وجب عليه دم في كل جماع، وان لم يكن عالما بانه لا يوجد شيء اسمه رفض قال لا يجب عليه الا دم واحد. فأنت الآن أو الطلاب العلم يعلمون أنه لا يوجد شيء اسمه رفض، فلو جامع زوجته ثانيا ناويا رفض الإحرام يبقى أنه كلما جامع وجب عليه دم. قال ومن ترك السعي بين الصفا والمروة أو أكثره، ترك خمسة أشواط أو أربعة أو غير ذلك، أو ركب فيه في السعي من الصفا والمروة بلا عذر، قوله بلا عذر يعني أو ترك السعي من الصفا والمروة أو أكثره تركه بلا عذر، لأنه ما حكم السعي من الصفا والمروة؟ واجب. لو ترك أكثر السعي بين الصفا والمروة بدون عذر أو ركب كما في هذه الأيام يجمعون في كراسي، كراسي للعجز أو للضعاف الكبار في السن، لو ركب على حمل على هذا الكرسي بدون عذر قال من ترك السعي بين الصفا والمروة أو أكثره يعني بلا عذر، أو ركب فيه أثناء السعي بلا عذر، أو ابتدأ السعي من المروة فعليه شاة، عليه شاة، وحجه تام لأنها واجبات، أن أشواط السبعة واجبات، فيلزم بتركها الدم دون الفساد، لذلك قيده الشيخ بماذا قال؟ بلا عذر، أما لو تركه أو فعله بعذر فلا شيء عليه. الله. على كل أحبابنا بعد أن فعل سعى ماشيا أو عفوا راكبا، أو بعد أن ترك ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط أو خمسة أشواط، الذي هو ترك أكثر الأشواط وتحلل، أو تركه كله وتحلل أو كما قلنا أتى بالسعي راكبا أو محمولا إلى غير ذلك، وبعد ذلك تحلل
قص شعره وطاف طواف الإفاضة وجامع زوجته، فذهب وعاد وأتى بالسعي كاملا، إن كان تركه كله أتى به كله، إن كان أتى به ماشي راكبا أتى به ماشيا، إن كان ترك بعضه أتى به أتى بالبعض، سقط عنه الدم، سقط عنه الدم. لما كذلك؟ لأن السعي غير مؤقت، السعي غير مؤقت. السعي غير مؤقت ولكن له شرط، السعي غير مؤقت ولكن له شرط، الشرط السعي أن يؤتى به بعد طواف. شرط السعي، السعي هو غير مؤقت ولكن شرطه أن يؤتى به بعد طواف. كيف حالك بخير؟ الحمد لله. هو ترك أشواط وهذا خرج من مكة ورجع، لأن ترك غادر مكة ثم عاد بعد ذلك، فيعود عاد بإحرام جديد إلى آخره ويطوفها وطافها مرة ثانية. بس تذكر ورجع وطأ، ما في مشكلة، لا إشكال عليه، يسقط عنه الدم. إيه نعم، المهم أنه عاد وأتى بها بعد الطواف. ماذا؟ شرطه بعد الطواف. بعد الطواف السعي شرطه أن يكون مسبوقا بطواف. قال: ومن أفاض من عرفة قبل الإمام، ومن أفاض من عرفة قبل الإمام والغروب، يعني قبل أن تغرب الشمس، فعليه دم. طبعا أفاض من عرفات، المراد بالإفاضة هنا من عرفات أن يجاوز حدودها، لا أن يحمل متاعه، فلو حمل متاعه كان هو جالس مثلا في أقصى عرفة، حمل متاعه وهيئ متاعه وبدأ يمشي قبل الغروب بربع ساعة، فلما وصل إلى الحد الأخير الفاصل بين المزدلفة أو بين طريق مزدلفة وبين عرفة غربت الشمس، لا شيء عليه. المهم المراد هنا بالإفاضة من عرفة مغادرة حدود عرفة. هنا قال: من أفاض من عرفة قبل الإمام والغروب، وقبل الغروب، فعليه دم، فعليه دم، ويسقط هذا الدم بالعودة قبل الغروب. فلو أنه غادر حدود مكة، حدود عفوا عرفات، ثم تذكر أن هذا من محظورات الحج فيلزم عليه دم، فعاد فسارع وعاد قبل غروب الشمس إلى حدود عرفة، قال: لا شيء، يسقط عليه الدم، يسقط الدم. قال: لا بعده. أما لو عاد بعد الغروب، لو عاد بعد الغروب إلى عرفة لا يسقط عنه الدم. قال في ظاهر الرواية، احفظ الآن ظاهر الرواية، أنه إن غادر حدود العرفات قبل غروب الشمس ثم عاد إلى عرفات قبل الغروب واستمر إلى أن غربت الشمس ثم أفاض مع الإمام، يسقط عنه الدم. أما لو عاد بعد الغروب ولو أفاض مع الإمام لا يسقط الدم. هذا في ظاهر الرواية. الآن وروى ابن شجاع عن أبي هريرة، عن أبي حنيفة، عن أبي هريرة، عن أبي حنيفة أنه يسقط، وصححها القنوري، نهر عن الدراية ومثله في البحر در. هنا في عندنا مسألة يا أحبابنا، أن هذه العبارة روى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه يسقط، أنه يسقط، أنه لو عاد بعد الغروب، بعد غروب الشمس ثم أفاض ورجع وأفاض من عرفة، أنه يسقط عنه الدم. قال هذه رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة، قال: وصححها القنوري ومثله في البحر. عند هذه المسألة، في هذه المسألة، هذه المسألة ذكرها ابن عابدين في الحاشية،
ونقل عن الكمال بن همام كلاما طويلا. فرجعت إلى فتح القديم وفتشت في هذه المسائل كلمة كلمة، فما وجدت الكلام الذي ذكره ابن عابدين حول هذه المسألة. ذكر الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى أن طبعا فيما معناها أنقل لكم أن الشيخ الكمال بن همام قال بأن الشراح عند هذه المسألة، مسألة أن الشيخ ابن شجاع نقل عن أبي حنيفة أنه يسقط الدم وأن القدورية صحح هذه الرواية، قال أن الشيخ الكمال بن همام قال هنا أن الشراح أخطأوا في هذه المسألة، وسبب هذا الخطأ أنهم نقلوا أو قرأوا أو وجدوا في البدائع، بدائع الصنائع، أن شيخ الكاساني رحمه الله تعالى نص هناك أنه لو أفاض قبل الغروب ثم رجع وقد أفاض الإمام، ثم انتبه، لو أفاض قبل الغروب ثم رجع إلى عرفات وقد أفاض الإمام قبل الغروب، وقد أفاض الإمام ثم رجع إلى عرفات قبل الغروب وكان الإمام قد أفاض، يعني قد أفاض قبل الغروب، ومكث إلى أن غربت الشمس ثم أفاض يسقط عنه الدم. رواه أبو شجاع عن أبي حنيفة وصححه القدوري، وكذا رواه الكرخي، وهذا قول الإمام الكرخي. فكأنهم هكذا يقول الشيخ ابن عابدين ناقلا عن الكمال بن همام، كأن الشراح التبس عليه والأمر فغيروا وبدلوا في العبارة. ولكن الذين نقلوا هذا الكلام أئمة أجلاء، يقول لك نقله في النهر والدراية، والأكثر من ذلك الشيخ ابن نجيم في بحث البحر له كلام حول هذه المسألة طويل، وحققه هنا وصحح أنه لو رجع بعد الغروب، لو رجع قد هو الصحيح والأولى بالتصحيح، وقوى الاستدلال له، لو أنه أفاض قبل الغروب ثم رجع بعد الغروب يسقط عنه الدم. فالشيخ كما قلت لك قال نقل عن الكمال أنه أن الشراح هنا أخطأ. نحن نستطيع أن نقول لعل هناك روايتان، لأن المنقول في هذه الرواية أحبابنا ما هو؟ أن أبا شجاع روى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لو عاد بعد الغروب يسقط عنه الدم، والمذكور في البدائع أنه أفاض قبل الغروب ثم عاد إلى عرفات قبل الغروب وقد أفاض الإمام قبل الغروب، وقد أفاض الإمام قبل الغروب ثم مكث في عرفات ثم أفاض لا يسقط، عفوا يسقط عنه الدم. فإذا فرق كبير بين المسألتين، وما أظن أن يقع لبس على عالم كابن نجيم في مثل هذه المسألة، فلعل هناك رواية أخرى. هذا الأمر يحتاج إلى بحث، إلى تحقيق وتدقيق، يعني المصادر عندي قليلة نوعا ما، إن شاء الله في قادم الأيام نبحث عنها إن شاء الله. على كل الشيخ الغنيمي كأنه أراد أن يستدرك، فلذلك ماذا قال بعد أن نقل كلام ابن شجاع والتصحيح؟ قال لكن في البدائع ما نصه، ولو عاد إلى عرفة قبل غروب الشمس وقبل أن يدفع الإمام، يعني وجد الإمام موجودا في عرفة ثم دفع منها بعد الغروب مع الإمام، ما الحكم؟ سقط عنه الدم لأنه استدرك المتروك. هذا قول. قال وإن عاد، تتمة المسألة الآن أو تفريع ثاني، وإن عاد قبل الغروب، وهذا الكلام الذي ذكرته لكم الآن، وإن عاد قبل الغروب بعدما خرج الإمام من عرفة، يعني هذا على فرض أن الإمام خالف المشروع وأفاض من عرفات قبل الغروب، ولا يخفى في هذه الحالة أن الإمام ماذا عليه؟
دم عليه وعلى من وافقه، كل واحد عليه دم. طبعا ما لم يرجع، ما لم يرجع قبل الغروب. قال وإن عاد، وإن عاد قبل الغروب بعدما خرج الإمام من عرفة ذكر الكرخي أنه يسقط عنه الدم. وهكذا روى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه يسقط عنه الدم أيضا، لأنه استدرك المتروك، إذ المتروك هو الدفع بعد الغروب وقد استدركه. واضح الكلام أحبابنا؟ طيب بقي مسألة كلام الأخي يعني. نعم فضل أخي، مين يسأل؟ ما في أحد. طيب قال والقدوري اعتمد هذه الرواية، رواية الكرخي، وقال هي الصحيحة، والمذكور في الأصل مضطرب، في الأصل الإمام محمد. قال لا يزال كلام من لصاحب البدائع. ولو عاد إلى عرفة بعد الغروب، ولو عاد إلى عرفة بعد الغروب قال لا يسقط عنه الدم بلا خلاف. ولو عاد إلى عرفة بعد الغروب لا يسقط عنه الدم بلا خلاف. لما؟ قال لأنه لما غربت الشمس قبل العود، قبل أن يعود إلى عرفة، فقد تقرر عليه الدم الواجب ولا يحتمل السقوط بالعود. انتهى، انتهى كلام البدائع. لكن الذي حققه الكمال ابن الهمام في هذه المسألة، في مسألة الرجوع قبل الغروب، ذكر كلاما طويلا أختصر منه من هذا الكلام أنه مفيد، يعني لابد أن نعي منه شيئا، يعني أنه إن جاوز غادر حدود عرفة قبل الغروب هذا عليه دم، عليه دم. فإن لم يعد أصلا أو عاد ولكن بعد الغروب، ما الحكم؟ لا يسقط الدم، لا يسقط الدم. أما إن عاد، انتبه، قال وإن عاد قبله، عاد قبل الغروب، عاد قبل الغروب فدفع مع الإمام بعد الغروب، قال سقط على الصحيح، سقط الدم على الصحيح. ماذا قال الشيخ أول شيء هنا؟ قال ولو عاد في الأول مسألة، ولو عاد إلى عرفة قبل غروب الشمس وقبل أن يدفع الإمام قال سقط عنه الدم. فوافق الكمال ابن الشيخ الكاساني، وافق الشيخ الكمال الكاساني في هذه المسألة، في هذه المسألة. هناك عندنا قول آخر مقابل له، مقابل له، وهو الذي رجحه الشيخ علي ملا القاري، رجحه في شرحه على النقاي، وكذلك ذكره في شرحه على الباب المناسك. قال هناك الشيخ، الشيخ العلي قال لو عاد، لو أنه ترك أو غادر عرفة قبل الغروب، أنا سامحوني أحبابنا أنا مرهق شوي قليلا يعني، فلذلك تجدون في فواصل بين كلامي. فلو أنه غادر عرفات قبل الغروب، غادر عرفات قبل الغروب ثم عاد قبل الغروب وأفاض بعد الغروب قال عليه الدم. لما؟ قال لأن، هكذا يقول من؟ الشيخ علي القاري وتبعه بعد ذلك كثير، ولعل قبله من قال بهذا الكلام. قال لأن من الواجبات هو مد الوقوف بعرفة، مد الوقوف بعرفة، فمن من قبل الغروب إلى ما بعد الغروب، فأنت لما قطعت هذا المد قطعت هذا الواجب، فوجب عليك أن تجبره بإيش؟ بهذا الدم. فالدم لا زال يعني يجب عليك أن تذبحه. لكن الشيخ الكمال بن همام قال لا، هذا الكلام غير صحيح، يعني وجوب المد، وجوب المد هذا ليس وجوب المد مطلقا، هذا ليس واجب، ليس واجب، بل المطلوب منك، الواجب عليك أنت أن تقف قبل الغروب وبعد الغروب، وأن يتصل هذا المد، يعني لو أنك وقفت قبل الغروب بلحظة
إلى ما بعد الغروب بلحظة، حصل معك أنت مد الوقوف من قبل الغروب إلى ما بعد الغروب. ولكن أكثر ما يعتري هذا الإنسان الذي وقف من الظهر مثلا من وقت الزوال إلى قبيل الغروب بساعتين أو بساعة ثم أفاض ثم رجع، أن الوقوف السابق كله هذا سقط، لا أجر له عليه، كله سقط، وابتدأ وقوفه بعرفة من لحظة عوده قبل الغروب. قال هذا أكثر ما يعني يلحق ذلك الإنسان الذي نفر من عرفات قبل الغروب. إن شاء الله كل كلامي واضح، ما أشكلت العبارة. قال وقيدنا قوله قبل الإمام. الشيخ ماذا قال في المتن؟ الشيخ قال ومن أفاض من عرفة قبل الإمام والغروب. قال قيدنا قوله قبل الإمام، قيدناها بقولنا والغروب. لما؟ قال لأن الغروب هو المراد من لفظة الإمام في قولهم أفاض قبل الإمام. لما تجد أن مثلا أنه أفاض قبل الإمام فعليه الدم، المراد بلفظة وكلمة الإمام هنا المراد بها الغروب. يعني أنت قادر أن تحذف كلمة الإمام وتضع عوضا عنها كلمة الغروب، لذلك قيدها الشيخ بالغروب. طيب لما؟ قال هناك أنه ملابسة بين الإمام وبين الغروب. الإمام الأصل، الإمام هو يعني المحور الذي يدور عليه الحج كله عندنا هنا. فلما كان الواجب على الإمام النفر بعد الغروب، كان النفر معه مع الإمام نفرا بعد الغروب. لذلك قالوا لو أن الإمام غربت الشمس ولم ينفر ونفرنا نحن، لا إشكال، لا شيء علينا، ولكن يستحب لنا أن نمكث وأن ننفر مع الإمام. لو أن الإمام نفر قبل الغروب لا ننفر معه نحن، ننتظر حتى غروب الشمس ثم بعد ذلك ننفر نحن. قال وقيدنا قوله قبل الإمام بقولنا والغروب، لأنه عرفت الضمير في لأنه لإلين يرجع، أيوة، لأنه المراد حتى لو أفاض بعد الغروب، حتى لو أفاض الحاج مطلقا بعد الغروب قبل الإمام لا يجب عليه شيء. قال وعبر به لأنه يستلزمه، وعبر بالإمام عن الغروب. لما؟ قال لأنه يستلزمه، لأن نفر الإمام من عرفات يستلزم أن يكون بعد غروب الشمس. قال ومن ترك الوقوف بالمزدلفة من غير عذر. الوقوف المزدلفة ما حكمه؟ واجب. ومن ترك الوقوف، انظر كيف يقيد دائما من غير عذر، يعني نفهم من ذلك لو تركه بعذر لا شيء عليه. ومن ترك الوقوف بالمزدلفة من غير عذر فعليه دم. لما؟ لأن الوقوف بالمزدلفة من الواجبات. ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها، ترك رمي الجمرات في اليوم الأول والثاني والثالث، فعليه دم واحد، لأن الجنس متحد أنه كله يسمى رميا. وفي ذلك نظير، له نظير في ذلك عندنا، لو أن إنسان مثلا حلق ربع رأسه، الرأس كم ربع؟ أربعة أربعة ولا خمس أربعة؟ يصح أن يكون خمس أرباع؟ لا يصح، إن الشيء له أربع أرباع، لا يصح أن يكون خمسة. نعم، خمس أخماس، أما ليس خمس أرباع. طيب، لو أنه حلق ربع رأسه، ماذا يجب عليه؟ دم. لو حلق ربعين؟
دم أم دمان؟ دم. ثلاث أرباع، أربع أرباع، كذلك لأن الفعل واحد من جنس هو حلق، كذلك الجمرات كلها من جنس الفعل واحد ورمي الجمرات، فلو ترك الرمي كله وجب عليه دم واحد عن الرمي كله الأيام كلها. قال لأن الجنس متحد. قال والترك، يعني متى يتحقق؟ أنا ذكرت لكم قبل قليل أن ترك طواف الصدر متى يكون، أو طواف الإفاضة يكون بمغادرة مكة. هنا الترك ترك الرمي متى يتحقق؟ متى يتحقق ترك الرمي؟ الرمي مؤقت، فلما كان مؤقت يكون الترك بخروج وقته. قال والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي وهو اليوم الرابع، وما دامت الأيام يعني أيام الرمي باقية فالإعادة ممكنة. يعني ترك الرمي في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في اليوم الثالث، بقي عندنا اليوم الأول اليوم الثاني بقي اليوم الثالث بقي اليوم الرابع بقي اليوم الرابع في اليوم الرابع، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يستطيع أن يرمي، يستطيع أن يرمي. فإذا ما غربت الشمس اليوم الرابع تحقق الترك ووجب عليه الدم. قال وما دامت باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على الترتيب، ثم بالتأخير يجب الدم عند الإمام. يعني لو أنه مثلا رمي اليوم الأول والثاني، ما لم يرمي اليوم الأول ولم يرمي اليوم الثاني ولم يرمي اليوم الثالث، أتى بالرمي كله يوم الرابع، ما الحكم؟ وجب عليه دم بالتأخير عند أبي حنيفة. أظن في قول عند الشافعية لا شيء عليه، أظن في قول، أنا أذكر هذا أنه في السنة الماضية قبل الماضي كنا في الحج، أحد الأشخاص اللي كان معهم فوج يعني حتى يوفر المال ويربح أكثر لم يأخذ الحجيج إلى الرمي حتى يوفر أجار المواصلة، فجمع لهم الرمي كله في آخر أيام، فحصل حوار بيني قال لي عند الشافعية يجوز هذا إيه؟ فلعله عند الشافعية يوجد قول بذلك، ولكن هذا يعني هذا الذي ترك بلاده ودفع المال. المتعة أحبابنا في الحج في الواقع، أسأل الله أن يكرمكم وأن يكرمنا بالذهاب للحج، كل موقف وكل شعيرة وكل نسك، نسك الحج لها متعتها الخاصة مع ما يوجد فيها من مشقة، مشقتها لها حلاوة، مشقة الحج لها تشعر بمذاق، تتذوق حلاوة من هذا النسك، أنك أنت الآن متفرغ للعبادة وأنت على يقين بأن يمين الرحمن مبسوطة عليك، مبسوطة عليك أبدا ما دمت مخلصا وتعمل لله. من أروع المواقف، من أجملها موقفان أنا بالنسبة لي، المبيت في المزدلفة والمبيت في منى. المبيت في منى أحبابنا لما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام من أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، من الذي يأكل ويشرب؟ المريض، الحزين، المسرور. والله يا أحبابنا، والله نجلس هكذا في المخيمات أشعر بسرور، يعني الله جل وعلا كي لا أتألى على الله كأنه يخلق الفرح والسرور في قلوبنا، لا تجد إنسان يفعل هكذا مقطب الحاجبين كله مسرور، لما؟ لا معنى، لما؟ الله أعلم، لأننا في ضيافة الله عز وجل. اللهم أكرمنا يا رب. قال ثم بالتأخير يجب الدم عند الإمام خلافا لهما، يعني خلافا للصاحبين. قال وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم. طبعا خلافا للصاحبين، الصاحبان قالا ليس عليه دم ولكن يأثم بذلك، عليه حرج، لا إنه لا حرج عليه. قال وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم لأنه نسك تام.
وإن ترك رمي يوم واحد قال وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث في غير اليوم الأول وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث في غير اليوم الأول معلومة لكم الرمي عندنا ثلاث جمرات لم رمى الجمرة الأولى والجمرة الثانية ولم يرمي الجمرة الكبرى مثلا أو الوسطى أو الصغرى ترك في اليوم الأول في اليوم الثاني لم يرمي جمرة واحدة رمى جمرتين في اليوم الثاني الثالث رمى جمرتين فقط في اليوم الرابع رمى جمرتين ماذا يجب عليه؟ قال وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث في غير اليوم الأول أن اليوم الأول كم جمرة عندنا؟ جمرة واحدة جمرة العقبة يرميها فقط قال فعليه لكل حصاة صدقة يعني عليه 21 صدقة يعني كل جمرة سبع حصيات عليه 21 صدقة والصدقة هي عبارة عن نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر قال فعليه لكل حصاة صدقة لأن الكل في هذا اليوم نسق واحد والمتروك الأقل تركه جمرة واحدة طبعا لكل حصاة له كما قلنا لكل حصاة صدقة ما لم يبلغ الكل قيمة دم فينقص منها ما شاء قال حتى لو كان الأكثر أي لو حتى لو كان المتروك الأكثر وجب عليه الدم وجب عليه الدم قال وإن ترك رمي جمرة العقبة وإن ترك رمي جمرة العقبة كذلك الحكم أحبابنا لو أنه أخر هذه الجمرة كذلك الحكم لو أنه أخر رمي هذه الجمرات يعني قلنا هو الصورة الآن أنه تركها بالكلية أما لو أنه أخر رمي جمرة جمرة الصغرى مثلا في اليوم الثاني أتى بها باليوم الثالث ماذا يجب عليه؟ يجب عليه لكل حصاة صدقة بالتأخير قال وإن ترك رمي جمرة العقبة الذي هو في يوم النحر أو أكثره أكثر ترك مثلا أربع حصيات فعليه دم لأنه نسك تام إذ هو وظيفة ذلك اليوم قال ومن أخر الحلق عن وقته حتى مضت أيام النحر حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة وكذلك إن أخر طواف الزيارة عنده عنها عن أيام النحر وقالا لا شيء عليه كلام واضح أظن وكذلك الخلاف في تأخير الرمي بين أبي حنيفة وصاحبيه عند أبي حنيفة الدم وعند الصاحبين لا شيء عليه وفي تقديم نسك على نسك مثل قال كالحلق قبل الرمي إنسان حلق قبل رمي جمرة العقبة عند الصاحبين لا شيء عليه عند أبي حنيفة عليه الدم ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح كذلك هذا كله يجب عليه دم عند أبي حنيفة ولا شيء طبعا الحلق قبل الذبح هذا في حق المتمتع أما في حق المفرد لا شيء عليه لو ذبح قبل الحلق لا شيء أو حلق قبل الذبح لا شيء عليه ليه؟ لأن الذبح في حق المفرد نافلة وليس واجبا وكل بالرمي لا وكل بالذبح ما هو الآن نعم فهو لا يعرف أصلا لذلك مولانا يعني إما أن نقول على قول الصاحبين أو يؤخر الحلق قليلا يؤخر الحلق مثلا لبعض العصر يكون الذبح إن شاء الله قد تم وفي التصحيح قال الإسبجاري الصحيح قول أبي حنيفة ومشى عليه الذي حصل وفي التصحيح قال الإسبجاري الصحيح قول أبي حنيفة ومشى عليه برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي نقف هنا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم